الروائي عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي، أهلا مرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم الرابع من العباقرة جامعات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات هتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب2000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير الكرة المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 7,170,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثالثة واللي بتضم جامعة طنطا وجامعة السادات. أول جامعة مشرفانا في الاستوديو طار منهم الماتش اللي فات ومبقاش عندهم اختيار غير الفوز. استعدوا وراجعين علشان يقدموا أفضل ما عندهم. نرحب كلنا بجامعة دمياط. جامعة دمياط، في عام 2007 صدر القرار الجمهوري رقم 276 بإنشاء فرع جامعة المنصورة بدمياط، وفي شهر يوليو عام 2012 صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة. تضم جامعة دمياط كليات مختلفة مثل الهندسة والتربية والعلوم والفنون التطبيقية والزراعة والتجارة والآداب. حماس جامعة دمياط في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. قابلتنا الماتش اللي فات مشكلة في خطف البازر لأنه اتخطف مننا كتير وإحنا كان عندنا الإجابات، حاولنا نتدرب عليه أكتر وبإذن الله نتفادى المشكلة دي الماتش ده ونحقق الفوز عشان يبقى عندنا أمل في الصعود. طبعاً الموقف بقى أكتر صعوبة بعد ما خسرنا أول ماتش، بنتمنى إن إحنا نقدر نعوض الخسارة اللي خسرناها دي ونقدر إن إحنا نحقق الست نقط في الماتشين الجايين دول بحيث إن إحنا إن شاء الله نتأهل دور الثمانية ونحقق حاجة الموسم ده بإذن الله. فريقي معتمد النهاردة عليا في أسئلة العلوم والأدب وبإذن الله أكون على قد ثقتهم وأقدر أجمع أكبر قدر من النقط. طبعا مبسوط اول مشاركه ليا وباذن الله هكون اضافه كبيره للفريق ونحقق الثلاث نقط والماتش الجاي باذن الله نكسب ونصعد دور الثمانيه. جامعه دمياط الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه اللي حصل الماتش اللي فات يا مريم؟ حصل عدم توفيق وكان عندنا بعض الاجابات لكن طارت مننا بسبب البازر، واداء طبعا جامعه طنطا ما شاء الله عليهم. جيل جديد وجيل قوي برضه. بالظبط. صح، اجيال بتسلم اجيال. بتسلمها بجد يعني وحاسين بالمسؤوليه دي حقيقه. قولي لي يا مريم، استعديتوا الماتش النهارده؟ جاهزين؟ جاهزين طبعا. انت عارفه ان فرصتكم الوحيده هي الفوز في ماتش النهارده ان شاء الله. هشام، ايه المختلف يا هشام ما بين الماتش اللي فات وماتش النهارده؟ الماتش اللي فات كنا طبعا داخلين يعني لسه ما خدناش صدمه الموسم كالعاده يعني، ويمكن ربنا ما وفقناش، كان عندنا اجابات كتير كنا ممكن نقدم افضل من كده بس للاسف التوفيق خلنا، وان شاء الله الماتش ده نحاول نقدم افضل من كده وباذن الله ربنا يوفقنا. كان في توتر واضح عليكم جدا علشان هتلعبوا جامعه طنطا، يعني انتوا احساسي انتوا كنتوا داخلين مباراه خايفين وده اثر عليكم. والله ده حال معظم الجامعات اللي بتلعب جامعه طنطا، ما شاء الله عليهم بجد، عندهم معلومات في كل حاجه، وجامعه بصراحه يعني اثبتوا نفسهم اخر موسمين ومش محتاجين حاجه تاني يعني. زي كندا؟ تمام الحمد لله. ايوه ابتسامه كده. ايوه يا ندى صح، ابتسامه كده. قلقانه ولا ايه؟ توتر الطبيعي بس. وعندنا وافد جديد محمد السيد بتشارك لاول مره. اول مره. ازيك يا محمد؟ الله يسلمك. احساسك ايه وانت بتشارك بقى؟ قول لي. مبسوط طبعا اول مره وان شاء الله هنكسب ان شاء الله. دخلت علوم كيمياء ليه؟ لا هي بصراحه جت كده يعني. حلوه جت كده دي. طيب بعد ما جت كده فكرت ازاي؟ والله في مجالات الكليه ممكن شركات ادويه، مصانع بتروكيماويات، اي حاجه بقى تبع في المجال ده ان شاء الله. اخبار تنس الطاوله ايه؟ بتعرف تلعب بينج بونج فعلا ولا دي بس كلام كده على ورق؟ لا هوايه بس كده. مش هوايه. جامعه دمياط املكم الوحيد في ماتش النهارده. جاهزين؟ بإذن الله. نتمنى لكم كل التوفيق.
كلنا نحيي جامعة دمياط. أما جامعة تانية هي كمان من محافظة دمياط، أملهم الوحيد للاستمرار في البطولة هو الفوز. خلينا نشوف هيعملوا إيه في ماتش النهاردة. نرحب كلنا بجامعة حورس. جامعة حورس هي جامعة مصرية خاصة تقع بمحافظة دمياط، انشئت بالقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2013، وصدر لها القرار الوزاري ببدء الدراسة عام 2016. تتطلع الجامعة إلى أن تتبوأ مكانة متميزة من خلال تقويم الأداء وجودة التعليم. تضم عدداً من الكليات، ومنها كلية الصيدلة، الهندسة، العلاج الطبيعي، الطب البشري، طب الأسنان، وإدارة الأعمال. هيمثل جامعة حورس في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4. الماتش اللي فات ما توفقناش، ولكن ده زودنا بالإصرار والعزيمة واشتغلنا على تجميع أكبر قدر من المعلومات في وقت أقل. إن شاء الله ربنا يوفقنا النهاردة. أنا النهاردة موجود بمثل جامعة حورس في برنامج كبير زي برنامج العباقرة. أتمنى إن أنا إن شاء الله أكون قد المسؤولية بإذن الله، وإن أنا أقدر أشرف الجامعة إن شاء الله. علينا ضغط كبير جدا الماتش ده، ولازم نكسب ونجيب 3 نقط عشان نشرف جامعتنا ونتأهل لدور الثمانية. ماتش النهارده بالنسبه لنا ماتش مصيري، لان لازم نكسب. المجموعه صعبه جدا وما قدمناش الا اننا نحصل على 3 نقط في الماتش ده. الحمد لله على السلامه يا جامعه حورس. ازيك يا رنا؟ بخير الحمد لله. رنا، متوقعه ايه ماتش النهارده وانتوا هتلعبوا جامعه دمياط؟ نتمنى الفوز طبعا، لان احنا تعبنا واجتهدنا، وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا. تمام، يعني عملتوا اللي عليكم، دي اهم حاجه. صح. احمد زناتي، ازيك يا احمد؟ ازي حضرتك يا مستر عصام؟ بتشارك لاول مره، احساسك ايه؟ والله وانا مبسوط جدا، لان ده كان حلمي بالنسبه لي من اول سيزون وان مدارس. حاولت اشارك كتير، وكان كل مره يحصل عدم توفيق وغصب عني، يعني حاجه مش بايدي. المره دي انا موجود الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى اداني فرصه ان انا احقق حلمي. يعني مبسوط جدا بالاستوديو، بالاجواء، بالكرو. مبسوط ان انا اول ماتش العب جامعه دمياط، يعني بلدي، فهم كلهم اصحابي. يعني انا مبسوط ان انا شفتهم النهارده، وان شاء الله يكون ماتش حلو باذن الله. ميكاترونكس وعايز تشتغل في جوجل، قررت امتى الفكره دي؟ انا بحب البرمجه، فحاولت اخد مثلا كورسات في كذا لغه. فمجال الاي اي او الارتفيشال انتليجنس ده مجال حاليا شغال كويس في العالم، يعني في تقدم كل يوم. انا حابب بدات اتطور فيه. عندنا الجامعه عملت شراكه مع جوجل ان هي تعمل حاجه زي نادي كده، تدي للطلبه كورسات فري وحاجات كده يعني. كويس جدا. فانا شاركت في الكلب ده، والحمد لله يعني انا الايفنت بلانر بتاع الكلب. كان عندنا ايفنت حتى قريب بنعرف الطلبه بالمجالات الجديده وكده. فانا حابب المجال، انا حابب اشتغل في بلاتفورم كبيره زي جوجل ان شاء الله، وباذن الله اوصل ان شاء الله يعني. وقفت مصارعه رومانيه ليه بعد ما خدت مركز اول محافظه؟ نفسي افهم. كان يعني كان ثالثه اعدادي وكده، وحصل شويه ظروف يعني وكده، فوقفت. بس ان شاء الله انا اكمل تاني باذن الله. ربنا يوفقك. الله يكرمك. مصطفى، ازيك يا دينا؟ الحمد لله. مرعوبه كالعاده. زيك زي ندى بالظبط، انتوا الاثنين قاعدين قصاد بعض وانتوا الاثنين عاملين كده. ازيك يا كريم؟ الحمد لله. مصطفى، كله كويس؟ كله تمام. تقول ايه لهشام حسن صاحبك؟ هم كلهم اصحابي واخواتي، يعني انا فخور ان انا بلعب قصادهم النهارده بجد. نتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا جامعه حورس. تعالوا قبل ما نبتدي ماتش النهارده نشوف ترتيب المجموعه الثالثه ايه. في المركز الاول جامعه طنطا 6 نقاط 375 نقطه اجابات صحيحه. في المركز الثاني جامعه السادات 3 نقاط 240 نقطه اجابات صحيحه. في المركز الثالث دمياط مفيش نقاط، 130 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع جامعة حورس مفيش نقاط، و110 نقطة إجابات صحيحة. اللي هيكسب فيكم النهاردة هيبقى عنده الأمل في إنه يكمل في البطولة. هنشوف. عباقرة الجامعات في الموسم الرابع 6 فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: محمود عبد الظاهر هو اسم الشخصية الرئيسية في إحدى روايات الكاتب بهاء طه، فما هي؟ مريم، واحد الغروب. واحد الغروب أكيد إجابة صحيحة. طبعاً الكاتب الكبير بهاء طاهر حصل على جائزة البوكر عن الرواية دي في سنة 2008. مريم، مين اللي هبتدي؟ كريم.
جامعة حورس. لا شفت قالت ايه؟ قالت كريم. شوف يعني بص مريم مش صداقة انت، مش جامعة حورس، كريم اللي هبتدي الاول. احنا واحد. اول فقرة يا فقرة العلم. العلم. العلم اربع اجزاء، جغرافيا، تاريخ، ادب وعلوم. حورس سؤال في الجغرافيا، والسؤال هو في أي جزر البحر المتوسط تقع بحيرة ليماسول الملحة؟ مساحتها حوالي 10 كيلومتر مربع وعمقها متر واحد بس، بس بيمر عليها أعداد كبيرة جدا من الطيور المهاجرة، علشان كده هي مشهورة من أكبر البحيرات في الجزيرة دي. إجابتك؟ جزيرة قبرص. جزيرة قبرص اسمها أصلاً جزيرة الملح، بحيرة الملح. بتحاولي تقنعيني. بحيرة الملح. بحيرة الملح في جزيرة قبرص، وهي تالت أكبر جزيرة في البحر المتوسط. بص رنا بتحاول تقنعني بالمعلومات اللي عندها كلها، والله تستحقي 20 نقطة. رنا إجابة صحيحة. للأسف الشديد ما خدتوش جوكر، وهم 10 نقط بس. قبرص هي الإجابة الصحيحة، وبكده نتيجة 10. جامعة حورس، جامعة دمياط. سؤال في جغرافيا. جغرافيا والسؤال هو يقع بركان كيامبي بإحدى دول أمريكا الجنوبية، فما هي؟ ارتفاع البركان حوالي 5800 متر. البركان ده متغطي بالثلوج بشكل دائم. تالت أعلى جبل في الدولة دي. تشيلي. لا ومشهورة بالبراكين واحتياطي فريق مستعد علشان يسقف. أعلى بركان في العالم في تشيلي أساسا. هشام إجابة خاطئة. يعني عمالين تقنعوني انتوا الاثنين بتشيلي وهي مش تشيلي أصلا. زناتي. بيرو. لا ورانا بتهز راسها موافق. طبعا. طبعا كمان. بيرو إجابة خاطئة. أربع اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. الإكوادور، بوليفيا، فنزويلا، الأرجنتين. هتبتدي بناقص 5. الأرجنتين. هتبتدي بناقص 5 أو زائد 10. هشام حسن، الأرجنتين زي ما قلت لك إجابة خاطئة. البركان الوحيد من النوع ده على خط الاستواء. الإكوادور هي الإجابة الصحيحة. هارد لك يا هشام. جامعة دمياط ناقص 5، جامعة حورس 10، وسؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو استشهد القائد عبد القادر الحسيني بإحدى الدول العربية، فما هي؟ عبد القادر الحسيني يوم 8 إبريل 1948. إجابتك؟ الجزائر. الجزائر عشان عبد القادر. ممكن. زناتي إجابة خاطئة. قاد معركة عظيمة مدتها 8 أيام لحد ما استشهد. محمد السيد. السودان. السودان. هشام كان عنده إجابة تانية. السودان. محمد السيد إجابة خاطئة. ما تزعلش يا هشام، أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. مصر، لبنان، فلسطين، سوريا. ثلاث ثواني. قاد معركة عظيمة ضد العصابات الصهيونية طبعا في فلسطين، ونحيي الشهيد عبد القادر الحسيني. طيب السؤال اللي جاي دلوقتي، السؤال التاني في التاريخ لجامعة دمياط. جوكر بعدين. تاريخ والسؤال هو ما هي الدولة الأوروبية التي حكمها الملك جوزيف بونابرت عام 1808؟ حكمها من 1808 ل 1813. جوزيف بونابرت.
أخو نابليون بونابرت الكبير. كان رفيق لنابليون في حملاته الإيطالية. بلجيكا؟ بلجيكا؟ إجابة خاطئة، مش بلجيكا. أنا هخمن. ما عندكش حاجة تخسرها. أندورا. أندورا؟ طب يا أخي خمن تخمينة تدخل العقل. حاجة جنب فرنسا فممكن تكون دولة صغيرة. كريم، إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. النمسا، هولندا، فرنسا، إسبانيا. مين اللي هياخد الريسك؟ عايز تقول ايه يا كريم؟ النمسا. النمسا. انا عارف رؤساء اسبانيا، عارف رؤساء فرنسا. اسبانيا. الاجابه الصحيحه اسبانيا مش النمسا. حظك حلو وحظك وحش، خدت الريسك في السؤال الغلط، والسؤالين اللي بعديهم خفت تاخد الريسك. سؤالين في الادب، واول سؤال لجامعه حورس. هناخد جوكر؟ لا. أدب، والسؤال هو: من هو الفيلسوف الألماني مؤلف كتاب مولد التراجيديا؟ اتناشر ألف تمنمية اتنين وسبعين. بيتكلم عن أصول الشعر وتطوره. فيلسوف ألماني. دينا عبد الله، إجابتك. توماس مان. توماس مان. 1872، إجابة خاطئة. التاريخ مهم جدا. مين؟ محمد سيد. نيتشه. فريدريك نيتشه، 1872. محمد سيد، إجابة صحيحة. فريدريك نيتشه الإجابة الصحيحة، 10 نقط. الحمد لله جامعة دمياط 5 وجامعة حورس 10. السؤال اللي جاي لدمياط في الأدب، هتاخدوا جوكر. السؤال اللي جاي تريكي جدا. أدب، والسؤال هو: صور من الحياة والسجن هو أول ديوان لشاعر عامية مصري راحل، فمن هو؟ صور من الحياة والسجن هو أول ديوان لشاعر عامية مصري راحل، فمن هو؟ 12962. أنا عارف إجابتك قبل ما تقولها. أحمد فؤاد نجم. شفت؟ مش قلت لك؟ أنا عارف إجابتك قبل ما تقولها. طبعا انت بتقول كده عشان الراحل احمد فؤاد نجم كان بالسجن كتير. كان في السجن. اه. واحمد فؤاد نجم ب 20 نقطه، اجابه صحيحه. الفابومي احمد فؤاد نجم هي الاجابه الصحيحه، والنتيجه اتغيرت. جامعه دمياط تقدمت 25، حورس 10. جوكر. لا. خساره. علوم. خساره. لا. سؤال ولا علوم، والسؤال هو: إلى أي دولة آسيوية تتبع منظمة البحوث الفضائية آيسرو؟ إلى أي دولة آسيوية تتبع منظمة البحوث الفضائية آيسرو؟ Space Research Organization. الحرف الأولاني اسم دولة، هي إيه؟ في 2017 أطلقوا 104 قمر صناعي على صاروخ واحد، ده رقم قياسي طبعا. اجابتك الهند. الهند ب 20 نقطة ولا ب 10 نقط؟ 10 نقط. ما سمعتوش كلامي، اجابة صحيحة. اتأسست سنة 1969. كان لازم تسمعوا كلامي. خسارة، ال 10 نقط دول ممكن تندموا عليهم. هارد لك. نتيجة تغيرت، 20 جامعة حورس، دمياط 25. وآخر سؤال في الفقرة علوم، والسؤال هو: طور العالم موريس هيلمن لقاح الالتهاب الرئوي، فما هي جنسيته؟ طور
العالم موريس هيلمان لقاح الالتهاب الرئوي. جنسيته ايه؟ هو ساهم في تطوير لقاح ضد الحصبة وانفلونزا هونج كونج. ألماني؟ في إجابة تانية. هي صح؟ ممكن. انت عارف انها صح. لو غلط هيبقى في إجابة تانية. ملكش إجابة تانية. ليه طيب؟ ندى إجابة خاطئة. موريس هيلمان جنسيته ايه؟ هتقول ايه؟ إجابتك نمساوي. لو مش ألماني بنساوي. يبقى نمساوي. وألماني غلط ونمساوي إجابة خاطئة. أربع اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. بريطاني، سويدي، فرنسي، أمريكي. مين هياخد الريسك؟ هشام حسن خدت الريسك المرة التانية. إجابتك؟ سويدي. للأسف الشديد سويدي. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة أمريكي. وبكده النتيجة تعادل. جامعة دمياط 20، جامعة حورس 20. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 80 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية.